السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل ايش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلف منتسبي القوات الامنية. اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة لسلف منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والبالغة 10 مليون دينار، ودعا المصرف عبر بيان الى كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها، واكد ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة نخيل ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون. مصرف الرافدين سلف المتقاعدين 25 مليون دينار وتسدد على 5 سنوات. أعلن مصرف الرافدين أن سلف المتقاعدين التي تصل إلى 25 مليون دينار تسدد خلال مدة 5 سنوات، وذكر المصرف في بيان مقتضب بأن فائدة هذه السلفة تصل إلى 5% والتقديم عليها عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات.